نرحب بكم يا أخي، نرحب بالجميع على تشريفكم لنا وحضوركم اليوم في موضوع الحقيقة مهم جدا. يعني مرينا بمراحل عديدة في موضوع التشغيل، في موضوع التدريب. يمكن اللي أنا أتذكره على الأقل من الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة أتوقع سنة 2000، يعني اليوم 2019. فالسلطنة يعني مرت بمراحل مختلفة في هذا الشأن. أول ندوة للتشغيل تبعتها ندوتين بعد ذلك. يعني أول ندوة كانت في صحم، وكانت هناك قرارات وبعدين مستجدات وهكذا، يعني إلى أن ندوة الشامخات أيضا دخلوا في المؤسسات الصغيرة متوسطة وريادة وكذا، وحاولوا الجميع يحاول يساعد يعني في جزئيات معينة من التشغيل، لما التشغيل الذاتي أو التشغيل. إلى أن وصلنا الآن إلى المركز الوطني، وسبق أيضا الصندوق الوطني للتدريب. وأكيد الصندوق الوطني للتدريب أيضا ساهم في تدريب مجموعة كبيرة من الشباب. فنتمنى يعني نستوضح أكثر عن هذا المركز الفتي اللي صدر مرسومه فقط قبل يومين، يعني ونوضح الصورة الأشمل للباحثين و القطاع الخاص. فتفضل سعادتك تنورنا بالموضوع. شكرا ابو عبد الله اولا على الاستضافه، وايضا يعني ربما نحن نستفيد اكثر من ان نفيد في هذه الجلسه، لان عادت هذه الجلسه نقاشيه وبالتالي في تبادل الافكار. واعتقد اولا من الجيد ان الان يعني تبدا من مثل هذا النوع من النقاشات، والمركز ما زال في مجال يعني لاضافه الكثير في هذا المركز حسب يعني المرسوم، انه بدايته راح يكون 2020، قد تكون فيها نوع من الإيجابيات، قد يكون أيضا نوع من السلبيات أو ما أخذ على هذا التأخير. ولكن نحن نأخذ الجانب الإيجابي في الموضوع، أن هناك فرصة أنه الكثير يسهم في بعض الجزئيات الهامة في هذا المشروع، وأيضا ربما الجميع يستعد لهذه النقلة في عملية التعامل مع تشغيل القوى العاملة الوطنية بشكل خاص والتشغيل بشكل عام. وحقيقة أنا طبعا من خلال حديث اليوم يعني أتحدث بحسب المعلومات المتاحة معي من خلال المتابعة، يعني خلال الفترة السابقة من قبل برنامج تنفيذ مع التنفيذ وأيضا إلى أن صدر هذا المرسوم. ولكن الصورة الواضحة قد تكون أوضح خلال الأسبوع القادم بعد اطلاع الجميع على النظام اللي صادر مع هذا المرسوم، واللي أتوقع أن يوم الأحد بيكون متاح، بيكون في تفاصيل أكثر. وكذلك وجود الدكتور يونس الأخزمي أعتقد أنه القلب النابض لهذا المركز، والشخص اللي كان فعلا يعني مهتم كثير بهذا المركز من فترة طويلة، بحكم أنه كوننا في مجلس الشورى في لجنة الشباب والموارد البشرية كنا نلتقي دائما ونناقش يعني موضوع توحيد الجهود التشغيل. وقد يكون هذا الموضوع طرح في أول دراسة وعدة قبل 3 سنوات للجنة الشباب والموارد البشرية عن التعميم في الوظائف القيادية والإشرافية حول توحيد الجهود في مظلة واحدة للتشغيل. مثل ما ذكر أبو عبد الله، وأنا قبل ما أدخل في المركز يعني زين كده بسنا نتكلم عن الواقع التشغيل خلال الفترة السابقة إذا تسمح أبو عبد الله. نعم، من خلال إحنا كلجنة الشباب والموارد البشرية في يوم الثلاثاء حقيقة قدمنا دراسة لمجلس الشورى استغرقت تقريبا يعني على مدار عام كامل اشتغلنا في هذه الدراسة، وهي ما دراسة تنظيرية ولكن متابعة حقيقية لواقع التشغيل في القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا بالجلوس مع المعنيين في القطاعين لمعرفة الصورة الحقيقية في القطاعين وأيضا الفرص المتاحة واستشراف الفرص المستقبلية في القطاعين. وهذه الدراسة تقريبا أو المتابعة، أنا ما أحب أسميها دراسة لأن الناس ملت من الدراسات، ولكن هي متابعة وتحليل. إحنا جلسنا مع 12 قطاع اقتصادي من قطاعات القطاع الخاص، ومجموعة من الموجودين ربما حضروا بعض الاجتماعات، كل قطاع على حدة، أبرز 12 قطاع اقتصادي، وللاستماع منهم ما من الحكومة إيش الفرص المتاحة، إيش التحديات، وأيضا إيش أفكارهم في تشغيل القوى العاملة الوطنية. وأيضا جلسنا مع الحكومة يعني من معالي الشيخ وزير القوى العاملة، وأيضا سعادة وكيل الخدمة المدنية، وأيضا مع الرفد ومع ريادة ومع مؤسسات كبيرة معنية مثلا من القطاع اللوجستي مثل أسياد، وأيضا مع مدائن. وايضا قمنا بزياره للدقم، يعني هذه مؤسسات كلها قادره ان تستوعب للوقوف على الواقع حقيقه. والنتائج احنا انتهينا الى 4 مسارات ممكن تشغل القوى العامله الوطنيه خلال الفتره المقبله، وقدمنا مجموعه من التوصيات لكل مسار من المسارات الاربعه. المسار الاول هو القطاع العام،
والقطاع العام مثل ما يعرف الجميع في تقريبا نتكلم عن 58 ألف وافد في القطاع العام، هذا الرقم الرسمي. هذا طبعا غير شامل الوافدين بعقود سنوية، وغير شامل الوافدين اللي يتم التعاقد معهم عن طريق العقود الشركات. فمعنا نتكلم أكثر من 60 ألف يعني بالنسبة للعقود في الخدمة المدنية فقط، يعني ما كل القطاع المدني تحت اللي واقع تحت وزارة الخدمة المدنية، تقريبا 3500 واحد وافد بعقود سنوية غير عقود الشركات. فهناك في فرص ما زالت في القطاع العام. بالنسبة للمسار الثاني كان القطاع الخاص شامل الشركات الحكومية، يعني عندنا شركات حكومية وأيضا عندنا قطاع خاص اللي هو القطاع المؤسسات المختلفة، سواء الصغيرة المتوسطة الكبيرة، الشركات العائلية، شركات المساهمة، أيضا هذا مسار. المسار الثالث كان ريادة الأعمال سواء كرواد أعمال أو كتشغيل في مؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والمسار الرابع ربما ما أعطي حقه من الاهتمام هي الحرف الفردية، وهي كثيرة حقيقة في السلطنة، ولكن هذه ما منظمة بتنظيم صحيح، وبالتالي حتى الأرقام ما متوفرة كم شخص يعمل في هذه الحرف المختلفة. نتكلم عن الحرف الفردية، ما نتكلم عن مؤسسات مثل نقل الأفراد ونقل البضائع، يعني وأيضا مهن الصيد والزراعة والمهن التي تمارس من منازل. هذه المهن فيها كثافة حقيقة ولكنها غير منظمة، وربما أيضا الدعم ما يصل بشكل مباشر. فانتهينا حقيقة أن هناك في فرص كثيرة جدا متاحة في كل القطاعات الأربعة، ولكن دائما السؤال يطرح حتى في السبلة الاقتصادية. وحقيقة أنا استعنت بالسبلة الاقتصادية بشكل كبير يعني خلال الفترة السابقة حتى في هذه الدراسة. قبل شهرين تقريبا طرح السيد سالم تقريبا سؤال عن في السبلة الاقتصادية عن التشغيل وعن البحث عن عمل، وكان في حوار مدة تقريبا استمر يومين ثلاثة، وأنا رصدت كل المداخلات حقيقة ونقلتها عندي وحللتها واستفدنا منها بالدراسة. يعني دائما السؤال يطرح، هل عندنا مشكلة اقتصادية ولا احنا اساسا عندنا مشكله ثانيه؟ يعني الجميع يتكلم انه والله المشكله التوظيف اقتصاديه بدرجه اولى. انا اتفق واختلف مع هذا الطرح، اولا انه فعلا هي قد تكون مشكله اقتصاديه، ولكن انا اعتقد ايضا مشكله تنظيميه، يعني المساله ما فقط اقتصاد. والدليل الخطه الخمسيه الثامنه طبعا الفرص اللي اتيحت من 2011 لنهايه 2015 في القطاع الخاص، الزياده كان حدود 580 الف تقريبا فرصة وظيفية جديدة في القطاع الخاص في 5 سنوات. كم نصيب العمانيين من هذه الفرص؟ الزيادة في العمانيين كان أقل من 15 ألف، وباقي الفرص كلها راحت للوافدين في 5 سنوات. فبالتالي حتى إذا في نمو يعني خلال الفترة المقبلة، في تحسن في الاقتصاد، في تنشيط الاقتصاد، إذا هذا الملف لم ينظم بشكل صحيح يعني رح نوصل لنفس النتيجة. والثلاث سنوات الأولى من هذه الخطة الخمسية الحالية أيضا 2016 و17 و18 أثبتت نفس المشكلة، إنه ما زال أيضا هناك عندنا إشكالية. كان يعول على 5 قطاعات اقتصادية واعدة وتم التسويق لها وتم العمل خلال التنفيذ، ولكن خلال هذه 3 سنوات إلى الآن من تم تشغيلهم من القوة العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، القطاع العام الحكومة يعني شقه العسكري والمدني والأمني وظف في حدود 15 ألف فقط خلال 3 سنوات. أما القطاع الخاص يعني خلال هذه 3 سنوات الأولى من الخطة الخمسية الحالية أيضا يعني وظف رقم قليل جدا، يعني في 2016 6625، نتكلم عن الزيادة في القوة العاملة الوطنية في القطاع الخاص، 2017 4750 فقط، 2018 كان في تحسن 11300 تقريبا الزيادة في القطاع الخاص، هذا جيد، ولكن أيضا احنا نتكلم سنويا 44 ألف داخلين جدد من الباحثين عن عمل كل سنة من خلال سنوات الخطة الخمسية حسب الأرقام الرسمية من مجلس إعادة التخطيط. إذا نتكلم 2016 إجمالي القطاع العام والخاص 11700، 2017 11000 فقط و50، 2018 15000. فإذا التراكمات المستمرة في الباحثين عن عمل راح نوصل إلى رقم قد يكون صعب التعامل معه خلال الفترة المقبلة، والجهود الحالية قد تكون جيدة ولكنها غير قادرة أن تستوعب المخرجات. مراكز الوطنية للتشغيل، المركز الوطني يعني ثقافة جديدة ما موجودة حتى في العالم العربي ترى بهذه الطريقة. احنا نريد نخلق منه شيء جديد، يعني نموذج، والنموذج هذا كما قلت انا يعتمد على الشراكة الحقيقية ويعتمد على هذاك الموظف اللي هو اخصائي التشغيل. احنا نريد تفاؤل، احنا نريد نعرف اليوم انه النظام الحالي كما قال سعادتك تنظيميا واداريا غير ناجح، باحث عن عمل مشتت، والقطاع الخاص ايضا يعني وحده عنده همومه. نريد من هذا المشروع الشراكي الحقيقي أن ينجح، وأنا عندي أمل كبير
طبعا انه حينجح اذا اعطى كل الممكنات، اذا ممكن فعلا، اذا سمع الكلام ايش يريد هذا يحقق المركز كما انشئ، كما اشتغلنا عليه في تنفيذ بالضبط. يعني هذا المركز ترى عنده خطط تنفيذيه بالديتيلز، يعني مو اسمه 3 فيت بلان 3 فيت ايوه، يعني كامل من بكره كيف يبدا الماليزي زين. فانا متامل خير ان شاء الله الحقيقه، وضاربنا عليه على اساس انه هذا فعلا نموذج راح يخلق على الاقل راحه عند الباحث، اجابه لكل تساؤلاته في محطه واحده. حياخذ وقت اكيد 100% وحيتطور مع الوقت، فخلينا بس نكون متاملين خير، خلينا نقول انه هذه يعني مرحله كلنا تفاؤل. جزاك الله خير، شكرا جزيلا دكتور.